شارك سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي في سباق 160 كيلومتر ضمن بطولة العيد الوطني المجيد للقدرة التي نظمها الاتحاد الملكي بمشاركة واسعة من الفرسان. وشهدت البطولة فوز فريق فيكتوريوس بلقب سباق 120 كيلومتر محلي بحضور سمو الشيخ عيسى بن عبد الله الخليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة. وتصدر سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة السباق على الجواد داركولا ماجوري. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن المستويات البارزة التي شهدتها بطولة العيد الوطني المجيد للقدرة تؤكد حرص الفرسان على بذل الجهود لعكس الصورة المتطورة التي تسير عليها رياضة القدرة وتسهم في مواصلة تحقيق الإنجازات الخارجية، خصوصا أن البطولات المحلية تعتبر بوابة حقيقية لهذه الإنجازات. وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن بطولة العيد الوطني تمثل أهمية كبيرة لكافة الفرسان والإسطبلات، خصوصا أنها إحدى البطولات الكبرى والعزيزة على قلوب الجميع، وتتزامن مع احتفالات مملكة البحرين بالعيد الوطني المجيد وعيد جلوس حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه. وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالجهود البارزة التي بذلها الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة برئاسة سمو الشيخ عيسى بن عبد الله الخليفة في تنظيم مثالي للبطولة الذي يعكس الإمكانيات العالية والكفاءة المتميزة التي يمتلكها الاتحاد واللجان المختلفة. وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن سعادته بفوز فريق فيكتوريوس بالمركز الأول في سباق 120 كيلومتر محلي وتتويج الفارس عبد الله الرويعي بالمركز الأول، ليؤكد نوايا الفريق البطولي بحصد المزيد من الألقاب، مشيدا سموه بجهود كافة الفرسان الذين شاركوا في مختلف السباقات. هذا وتوج سمو الشيخ عيسى بن عبد الله الخليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة أبطال بطولة العيد الوطني للمجيد، حيث فاز فريق فيكتوريوس بسباق 120 كيلومتر محلي عبر الفارس عبد الله الرويعي الذي احتل المركز الأول بجدارة واستحقاق، والمركز الثاني الفارس عيسى العنزي من فيكتوريوس، والفارس عاصم جناحي من فريق الزعيم في المركز الثالث، فيما تصدر فريق الفرسان سباق 120 كيلومتر دولي عبر الفارس خليفة جمال.